مرشحنا استلم البلد في حالة صعبة، كان في إرهاب، كان في مؤسسات ضعيفة، كان في بطالة، كان في ركود اقتصادي، كان الاحتياط النقدي متراجع، زحام في كل حتة، مفيش استثمار، مفيش مشروعات، مفيش أمن ولا صحة، والبنية الأساسية كانت منهارة. النهاردة بفضلكم وبفضل القيادة السياسية ذات الإرادة القوية عاد الاستقرار السياسي والأمني للبلد. تم إعادة بناء المؤسسات، تم وضع برنامج إصلاح اقتصادي قوي، تم القضاء على العشوائيات، انتقلنا من خدمات المدينة إلى خدمات الريف، حياة كريمة انتقلت لكل قرية ولكل مركز في محافظات الجمهورية. إن شاء الله الشرقية وكل مراكزها تبقى من أعلى محافظات الجمهورية تصويتاً. أنا على المستوى الشخصي أمتلك كامل الحب والتقدير والمحبة والفخر بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ورسالة بنبعتها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنا محمل بيها من عشرات الآلاف اللي موجودين هنا من أهالي الشرقية. شعب الشرقية معاك يا ريس ومكملين وفي ظهرك، وهنشوف أيام الانتخابات الشرقية هتعمل إيه. وتحمل الانتخابات الرئاسية القادمة مسؤوليات كبيرة علينا جميعا، حيث يتعين علينا اختيار قائد يتسم بالحكمة والرؤية، والذي يمكنه توجيه بلادنا نحو مستقبل أفضل. وإن شاء الله بإذن الله منتظرين من الشعب الشرقية ومن كل شعب مصر ومن نادي هنا من محافظة الشرقية إن في أول يوم في أول ساعة نبقى متواجدين إن شاء الله بإذن الله في الانتخابات. الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفه نهضة مصر، بيبني البشر وبيبني الحجر. الرئيس عبد الفتاح السيسي بإذن الله يخليها جنة